أنا اسمي سناء الفحام من محافظة حمص. نزحنا من فترة 7 سنين، نزحنا كنا ساكنين بإدلب، استشهد زوجي هنيكي نتيجة القصف، قصف الطيران. هلأ هو في بيت وموفر مي، بس المشكلة إنه ما في معيل، ما في شيء مادة نستند عليه، وخاصة نحن الأرامل. عطتنا المواد منظمة إنسا الله يجزيها الخير، وحطوا علينا مشرفين ومهندسين اختصاصا زراعة. طبعا حديقتنا كانت مهجورة، مرت على الحشرات، مرت على القوارض، وقت اللي دعمونا بالأسمدة بالبذور بالبذور وبالمياه، طبعا قدرنا نغير من شكل الحديقة 180 درجة. المشروع كان كتير حلو، رفع من معنوياتنا، صار عنا شيء نعبي فيه وقتنا ونستفاد منه بنفس الوقت. المشروع عطانا فسحة أمل إنه لسه الدنيا بخير ولسه الحياة قدامنا، والله يوفقهم.